السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. نشوف مع بعض الكنافه النابلسيه الجميله التحفه دي، نعرف مع بعض مكوناتها ايه، وبتبقى جميله جدا جدا. واتسمت الاسم ده ليه؟ علشان هي اصلا بالنسبه لمدينه نابلس اللي موجوده في فلسطين، جميله جدا وتحفه، وبتتعمل بالجبنه العكاوي او الجبنه الموتزاريلا، بس هي الاصل فيها بالجبنه العكاوي، فممكن نستبدلها بجبنه موتزاريلا ونجمع ما بين العكاوي والموتزاريلا، وبيكون القطر بتاعها او الشيره بتاعتها بتكون سخنه وهي كمان بتكون سخنه. تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. يلا بينا مع بعض، بس اللي يشوف الفيديو بتاعي يعجبه ما ينساش يعمل لي لايك وكمان شير عشان اكبر عدد من الناس تشوفه. لو ما كنتيش مشترك معايا في القناه يا تكتبي سبسكرايب وتنوريني فيها، وتضغطي على زر الجرس للكل عشان تفعليه ويوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف المطه الجميله دي والجبنه التحفه مع الكنافه الجميله الخطيره. نشوف مع بعض باذن الله هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نعرف مع بعض المقادير وطريقه التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير الكنافه النابلسيه بتاعتنا النهارده سهله وبسيطه جدا، نقدر نقول عليها ان هي عباره عن 3 مقادير مش اكتر من كده، او 4 مقادير بالكتير جدا. معايا كميه من الكنافه في حدود 200 جرام من الكنافه العاديه خالص، بكون جايباها وحطها في الفريزر، وببدا ان انا بخرجها وهي لسه مجمده وبكسرها كده، فما بحتاجش ان انا احطها في البروسيسور ولا اي حاجه خالص. ببدا اكسرها وبتستجيب معايا وبتتكسر. ومعايا كميه من الموتزاريلا، هي يفضل تكون جبنه عكاوي بس انا حقيقي ما عنديش، لكن بديلها بيكون الجبنه الموتزاريلا، ممكن اجمع ما بين الاثنين برضو بيكون ظريف جدا، ان الجبنه الموتزاريلا بعد ما بتبرد المطه اللي فيها دي ما بتكونش موجوده وبتكتل كده، لكن الجبنه العكاوي بعد ما بتبرد بتبقى برضو ليها طعم وبتبقى ليها قوام جميل جدا سواء كانت سخنه او بارده. والنوع ده من الكنافه بيتاكل وهو سخن جدا وتبقى جميله جدا عشان تكون لسه الجبنه بتاعتها سايحه كده وبتديني المطه الجميله المحببه. ومعايا كميه من الدهون، حطيت في الطاسه بتاعتي كميه من الدهون، يعني زبده مع زيت او سمنه مع زيت، اللي حابب يستخدم سمنه بس او زبده بس يفضل، يعني كل واحد تبع رغبته. احنا انا بحب استخدم الاثنين مع بعض علشان متبقاش يعني تقيله زياده عن اللزوم. وممكن احط على كميه الدهون بتاعتي دي بعد ما سيحتها، ممكن احط عليها نسبه بسيطه جدا من الالوان الصناعيه، بتكون الوان غذائيه اللي هي الوان الجل. هنروح مع بعض عند البوتاجاز وهنشوف مع بعض الخطوات كلها مع بعض خطوه خطوه. انا دلوقتي معايا المقدارين بتوعي عباره عن كنافه والجبنه، والمقدار الثالث نسبه الدهون دي، وكمان المقدار الرابع هو عباره عن الشربات او الشيره او القطر بتاعنا. ان شاء الله هنحطه مع بعض بعد ما نخلص الكنافه. يلا بينا مع بعض عند البوتاجاز عشان نبدا نعمل خطوات مع بعض واحده واحده. ودلوقتي بدات ان انا اسخن كميه الدهون بتاعتي على النار، وهبدا اخد لون اصفر كده جل وهبدا احطه، حاجه بسيطه جدا كتير، وهبدا انزل بكميه الكنافه بتاعتي على طول. اهدي النار جدا، مش شرط ان انا اخد ال 200 جرام، يعني مجرد ان انا املى الارضيه كده بتاعت الطاسه بتاعتي على نار هاديه جدا. انا بس انا طفيت النار، بس مجرد ان انا ارص كميه الكنافه بتاعتي واوزعها صح، وبعدين هبدا ان انا اشغل النار تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. مجرد بس ان انا افرش الارضيه بتاعت الطاسه، هي كميه الكنافه ما بتكونش كتيره، يعني تبقى حاجه مجرد كده ان انا غطيت القاعده بتاعت الطاسه بتاعتي. الكنافه اتسمت بالاسم ده نسبه لمدينه نابلس فلسطين، والنوع ده من الكنافه بيبقى لطيف جدا جدا، يعني اجتمعت الاراء لان هي اجمل كنافه واجمل طعم بصراحه، تتاكل سخنه تتاكل بارده، لها شعبيه عاليه جدا.
زي الفل ما شاء الله كده زي الفل. خلاص كده هبدأ انزل برضو بكمية من الدهون على الطاسة بتاعتي على حاجة كده خفيفة عشان بس اتأكد ان كل الكنافة بتاعتي ان شاء الله تكون متظبطة خالص. احط برضه الكمية تاني كده. هبدأ بقى انزل بكمية الجبنة. ههدي النار خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ بقى انزل بكمية الجبنة بتاعتي واتأكد ان كل الأرضية متغطية اوريدي بالكنافة. طبعا هعرف ان هي استوت ازاي لما تكون الجوانب بتاعتها تلون معايا. هعرف ان هي استوت معايا بقت زي الفل. محاولش اخلي الجبنه تيجي عند جوانب الطاسه. اشتغل على الجزء اللي في النص. في جبنة جت عند جوانب الطاسة بحاول ابعدها فورا عشان ما يحصلش ان الكنافة بتاعتي تلزق او حاجة. وهقفل على الجوانب ان انا برضو ازود فيها كمية من الكنافة كده عشان اتأكد ان هي مش هتلزق معايا. الجبنة يعني مش هتسيح وتلزق. طب هعرف ازاي ان هي استوت لما الجوانب تلون معايا كده زي ما قلت لحضراتكم. ده بيبقى مؤشر ان هي خلاص استوت معايا. النار بتاعتي هاديه جدا. كل شوية بحرك الطاسة بحاول اظبط كده كمية الجبنة. بحاول بقى احركها كده حتى اجيب اعمل كده المسافة اللي عند بتاعة الطاسة بتاعتي. كان عند عين البوتاجاز اخلي الطرف بتاعه هو اللي عند نص عين البوتاجاز. طرف يمين والطرف الشمال ومن فوق ومن تحت من كل الجوانب ما تخليهاش متسنطرة على العين بالظبط علشان اضمن ان المستوى بيتوزع عندي على الاطراف كلها. النار ما بتكونش عالية خالص. بدأت الجبنة تسيح معايا.
لو نلاحظ ان الجبنه بتاعتي بدات تسيح ما شاء الله، فهي بقت فيها مطه اهي بدات تسيح ما شاء الله، واطراف الكنافه بتاعتي لونت. هبدا ان انا اقلبها، وعلى فكره بنزل عليها بالعسل او القطر او الشيره وهي سخنه، والعسل بيكون سخن يعني مش زي اي نوع الكنافه الثانيه ان هي المفروض تكون واحده فيهم اللي بارده والتاني سخن، لا يعني النوع ده من الكنافه بتكون هي سخنه والعسل بتاعها سخن وما بيكونش خفيف، بيكون متوسط. تمام، هبدا بقى اقلبها ونشوفها مع بعض واحنا بنحط عليها الشيره او القطر او الشربات. ودلوقتي قلبت الكنافه بتاعتي وهي سخنه، هنزل عليها بالقطر او الشيره او الشربات السخن. بسم الله الرحيم. وزي ما قلت لحضراتكم هي بتتاكل سخنه بتبقى جميله جدا. عشان الجبنه بتكون سايحه وفيها مطه جميله جدا. وحابه ان انا اقطعها. بسم الله الرحيم. شوف جمالها ما شاء الله، شايفين المطه بتاعت الجبنه ما شاء الله جميله جدا وزي الفل. نعمل الحاجات الجميله دي بتبقى تحفه وجميله جدا. اجمل حاجه فيها ان هي بتكون بالجبنه كده اللي فيها المطه الجميله دي في منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، اتمنى اكون عملتها مع حضراتكم توفقت فيها. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.